نبدأ بسؤال خمسة. سؤال خمسة بحكي لنا يا سماح، سؤال خمسة بحكي لنا ستيل بار 100 مليمتر لونج and having a square cross section of 20 مليمتر on an edge is bolt in tension with a load of 89,000 newton. And experiences an elongation of 0.1 millimeter. هلا assuming that the deformation is entirely elastic, بدنا نحسب calculate the elastic modulus of steel. نطلع على الأشياء اللي معطينا إياها. Steel bar of 100 millimeter long, يعني هاي معطينا النوت الطول الأصلي. Square cross section 20 millimeter on edge. من هاي المعلومة بقدر أحسب قديش الأريا، وأني أريا الأوريجينال أريا اللي هي بقدر أحسب منها A نوت، مظبوط؟ يعني بقدر أحسب A نوت. هلا اللود أوف 89,000 newton هذا عبارة عن F، إذا هاي عبارة عن F تساوي 89,000 newton. هلا بقول لنا calculate the elastic modulus of steel وبحكي لنا انه الديفورميشن از الاستيك. طبعا ما دام الديفورميشن از الاستيك معناته الستريس بيرتبط مع مع السترين بهوكس لو، مظبوط؟ اللي هو شو القانون؟ سيجما تساوي اي اللي هي الالاستيك موديولاس في السترين. الالاستيك موديولاس في السترين. طيب سيجما عباره عن ايش؟ عباره عن اف على اي نوت على المساحة تساوي الإلاستيك موديولاس اللي بدنا نحسبه على في الإبسلون اللي هي عبارة عن دلتا ال على النوت. طيب خلينا نعوض. هلا اف معروفة، اف مقدارها قديش عندنا؟ 89,000، مظبوط؟ على هلا الكروس سكشن از سكوير، سكوير مربع، مساحة المربع اللي هو ايش عندنا؟ الضلع تربيع. بس بدي انتبه لانه انا عمالني حطيت نيوتن، اذا لازم اتقيد بالنظام العالمي للوحدات. اذا شو بدي احط عندنا؟ بدي اقول ال 20 مليمتر 20 في 10⁻³ تربيع، هاي مساحة السكوير تساوي اي بدي اياها ضرب دلتا ال. هاي دلتا ال، مظبوط؟ اللي هي عندنا elongation 0.1 في 0.1 على 100. ما في مشكله هون باليونت، صح؟ يس، لانها هاي نسبه، ملي مع ملي ايش مالها بتروح. ايش المجهول في كل المعادله؟ اي اللي هو الالاستيك موديولاس، بتطلع اي تساوي 223 جيجا. يس، 2.5 × 10⁻⁹ باسكال. هلا هاي 10⁻⁹ هي جيجا، اذا بنقول 2.5 جيجا باسكال. اذا هاي قيمة الالاستيك موديولس. السؤال اللي بعديه اللي هو رقمه 6-7، اذا هذا رقمه 6-7. يس. هلا سؤال سبعة بحكي لنا for a bronze alloy the stress at which plastic deformation begins is 285 ميجا باسكال. يعني بعد ال 285 ميجا باسكال شو بصير الديفورميشن؟ بصير بلاستيك not elastic. And the modulus of elasticity is 115 جيجا باسكال. 115، إذا هذا الموديولاس أوف إلاستيسيتي، يعني هذا المقدار هو عبارة عن إي الموديولاس أوف إلاستيسيتي. What is the maximum load that may be applied to a specimen with a cross sectional area of 325 ملم مربع without plastic deformation؟ شو يعني معناتها؟ شو أقصى حمل تتحمله عينة مساحة مقطعها 325 ملم مربع من دون ما يحصل فيها بلاستيك ديفورميشن، تشوه دائم؟ طب هو شو معطينا؟ معطينا انه
البلاستيك ديفورميشن بيبدا عند هاي النقطه، معناته قبل هاي النقطه ما في بلاستيك ديفورميشن، صح؟ اذا شو بدنا نعمل؟ نحن نحسب ماكسيموم لود، اذا بنقدر نقول سيجما اللي هي بدايه البلاستيك ونهايه الالاستيك، هاي بدها تكون سيجما ماكس، اكبر سيجما. شو بدها تساوي هاي سيجما ماكس؟ بدها تساوي اف على اي نوت، بدها تساوي اف على اي نوت. طيب هلا عندنا سيجما ماكس تساوي اللي هي قديش عندنا 285 في 10 قوة 6 تساوي اف اللي بدي اياها على اي نوت. ومرة ثانية هون لاني بتعامل مع اف بدي احول النظام العالمي للوحدات، على 325 ملي متر مربع، يس في 10 تو ماينس 6، في 10 تو ماينس 6. اذا هاي سيجما ماكس اللي هي نهايه الالاستيك وبدايه البلاستيك بتقابلها اف ماكس، فبالتالي عندنا المجهول بس عندنا اف، اذا بتطلع قيمه اف تساوي قيمة اف تساوي 91,000 نيوتن. ايش يا سماح؟ ايش سؤالك؟ اوكي، اذا عندنا قيمة اف ماكس تساوي 91,000 نيوتن، اذا هاي عندنا هاي وحدة 91,000 نيوتن، 91,000 نيوتن، اذا هاي القيمة اللي تحملها العينة قبل ما يصير عندها بلاستيك ديفورميشن. ما خلصش السؤال، في طلب هاي ايه الفرع ايه منه، هلا نشوف الفرع بي. بقولنا ابدا اوريجينال سبيسيمين لينث از 120 ملم، اذا معناتها هاي النوت. وات از ذا ماكسيمم لينث تو ويتش ات مي بي ستريتشد وذاوت كوزينج بلاستيك ديفورميشن؟ وات از ذا ماكسيمم لينث تو ويتش ات مي ستريتشد without causing plastic deformation؟ يعني بده ال 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 مظبوط، اذا بده ال. هلا اذا بده ال اللي العين بتوصل لها قبل ما تبدا في ايش عندنا في البلاستيك ديفورميشن، في البلاستيك ديفورميشن. طيب كيف بدنا نتعامل معاها؟ اول شيء السترين اللي هو السترين، شوفوا عباره عن دلتا ال على ال نفس، ما احنا ما عندناش ال، مش ال ناقص ال نوت، بس شو عندنا معطيات في السؤال من قبل؟ عندنا الإلاستيك موديولس، صح؟ إذا عندنا الإلاستيك موديولس. هلا الإلاستيك موديولس دائما بربط بين مين ومين؟ بربط بين الستريس والسترين. هلا أنا عندي الإلاستيك موديولس وعندي الماكسيموم ستريس، بقدر أحسب الماكسيموم سترين، ولما أحسب الماكسيموم سترين بحسب منه هل. إذا بدي أخذ هاي المعلومة من هاي الشريحة وأقول سيجما بدها تساوي اي في ابسلون. هلا سيجما اللي هي برضه من الشريحه اللي هي سيجما بدها تساوي 285 واي تساوي 115، اذا عندنا سيجما 285 في 10 قوه 6 تساوي الإلاستيك، قديش إلاستيك موديولس كون؟ 115، يس لأنه جيجا في 10 قوة 9 في أبسلون. هلا أبسلون شو هي عبارة؟ دلتا ال على ال نوت، إذا عندنا دلتا ال على ال نوت. هلا ال نوت معروفة، إذا بقدر أرجع هون أقول 285 ضرب 10 قوة 6 تساوي 115 في 10 تو ماينس 9 في دلتا ال. دلتا ال شو هي دلتا ال؟ دلتا ال هي عبارة عن يس، هي عبارة عن ال ناقص ال نوت على ال نوت. القوة 9 مش ماينس 9. يس صحيح، ثانكس. اذا هي عندنا القوة 9 لانها جيجا. طيب هلا عندنا المجهول في الموضوع كلياته، عندي ال نوت بقدر احط محل ال نوت، شو بقدر احط محلها؟ 20 120، صح؟ بقدر احط محل ال نوت 120، بقدر احطها بالمليمتر، شو بيطلع جواب ال؟
بالمليمتر اذا بقدر احطها بالمليمتر. اذا هون بقدر اقيم هاي واحطها 120 وتحت احط برضه 120 بطلع ال بدرجه 120 تطلع قيمه ال الطول النهائي تطلع الفاينل تطلع 120.292 مليمتر. اذا عندنا يعني كانه يعني قد ايه دلتا ال 292 في الالف يعني 0.292 مليمتر هي عباره عن دلتا ال. واضح؟ طيب نشوف سؤال 10. سؤال 10 بحكي لنا consider a cylindrical specimen of steel alloy فيجر 6 ل 21. هذا فيجر 6 ل 21. هذا الفيجر معطيني ستريس سترين تيست، معطيني داتا ورسم كيرف لستريس سترين تيست. 15 مليمتر ان دياميتر، اذا هاي عندنا القيمه اسمها دي نوت. اند 75 مليمتر لونج. وطول العينه قديش مقداره؟ النوت 75. ذات از بولد انتنشن. اثرنا عليها بشد استطالي هلا ديتيرمن ذا الونجيشن وين الود اوف 20,000 نيوتن از ابلايد. يس يعني اف قديش بدها تساوي عندنا؟ اذا هذا المقدار هو عباره عن اف. هلا اهم شغله بهاي الاشياء نعرف انه عند هذا اللود هل كان عندنا الاستيك ديفورميشن ولا بلاستيك ديفورميشن؟ صح؟ إذا عنا إلاستيك ديفورميشن العلاقة دغري بنحسبها من مين عنا؟ من سيجما تساوي إبسلون في الإلاستيك موديولس. مظبوط؟ أما إذا صار عنا بلاستيك ديفورميشن نضطر نرجع للفيجر. نضطر نرجع للفيجر، ليش؟ لأنه بعد الإلاستيك لما تبلش العينة في البلاستيك ديفورميشن بصير التغير في الطول مش لينيرلي، يعني فيش علاقة تربطه. مظبوط؟ إذا بالتالي بدنا نتأكد هل ال 20,000 نيوتن هي في الالاستيك ريجن ولا البلاستيك ريجن؟ فبنحسب سيجما. لاحظوا الشكل تبعنا معطينا هاي المنطقه اللي هي اللينير، شايفين هلا لهونا، وبعديها شو بصير في الشكل؟ بصير في المنطقه اللي بعد الالاستيك ريجن عشان يكبر هاي المنطقه، لانه خشب بده يطلب حسابات ثانيه. شو عمل؟ كانه اخذ مقطع لحديت ال 500 من هون هيك، وشو عمل فيه هذا اللي حديت ال 500؟ كبره. كبروا، اذا هذا اللي عندنا حديت ال 500 كبر فطلع عندنا الشكل اللي موجود في الوسط، الشكل اللي في الوسط. هذا نشوف ال 20,000 نيوتن هل هي ستريس بيعمل الاستيك ديفورميشن ولا بلاستيك ديفورميشن؟ بحسب سيجما، بقول سيجما تساوي اف على اي نوت وتساوي قديش قيمة اف؟ 20,000 20,000 بدي اقسمها على اي نوت، ما دامها سلندريكال سبيسيمين يعني السلندر بدها تكون هيك. مظبوط. شو بده يكون الكروس سكشن؟ بده يكون الكروس سكشن سيركل، صح؟ اذا عندنا سيركلر الكروس سكشن، اذا بالتالي بدها تكون باي في دي نوت اللي هي 15 في 10 تو ماينس 3 على 2 الكل تربيع. كل تربيع. اذا بضرب بحط 15 في 10 قوة ناقص 3 الكل على 2 الكل تربيع. تطلع قيمة سيجما تساوي 113 في 10 قوة 6 باسكال. يس يعني 113 ميجا باسكال. هلا إذا هي 113 ميجا باسكال بتطلع على الشكل هذا هنا على الشكل هذا، وين المنطقة اللينير؟ يعني تقريبا المنطقة اللينير بتنتهي عند هون، صح؟ هلا إذا معناته ال 113 وين موقعها؟ هيتها. مظبوط؟ 113 إذا احنا ستيل في وين عندنا؟ الإلاستيك ريجن.
بلاستيك ليجن. هلا باجي طبعا بقدر من الشكل، لو كان الشكل مدرج مزبوط بقدر شو اعمل برضه، احط عند ال 113 اشوف قديش الانجل، بس لانه الشكل مش مدرج مزبوط شو بدي اعمل؟ بحسب الالاستيك موديولس مزبوط، من عندي الستريس بعديها بحسب ايش عندنا الستريت مزبوط. ما هو شو طالب مني؟ ديتيرمين ذا الونجيشن. شو يعني ديتيرمين ذا الونجيشن؟ يعني بده دلتا ال تساوي كم، صح؟ دلتا ال تساوي كم. هلا بدي احسب، اذا بدي احسب من الشكل هاي من المعلومات بدي احسب الالاستيك موديولس، وبعديها اطبق على العلاقه اللي هي سيجما تساوي الاستيك الاي في الابسلون. طبعا من الشكل، لو الشكل مدرج بقدر برضه اطلعها. شو بدي اعمل؟ بدي احسب الالاستيك موديولس. كيف بدي احسب الالاستيك موديولس؟ اي تساوي سلوب مظبوط، تساوي سلوب. سلوب مين؟ سلوب هذا الخط، هذا السلوب، هذا السلوب. اذا عندنا اي تساوي السلوب وتساوي دلتا سيجما على دلتا ابسلون. ايش دلتا سيجما؟ جزء اسهل نقطة استخدمها طلع عليها احطها باللون الازرق، لو اجي على صفر صفر هاي نقطة اكيدة راح استخدمها، صح؟ لانها الاوريجين نقطة واقعة على المنحنى. هلا اذا جيت عند ال 200 لحظة، عند ال 200 وبنزل عند القلم هاي ال 200 وبنزل عليها هيك. هلا نازلة بالنص بين الزيرو والبوينت 002، يعني عند البوينت 001. إذا شو بدي أقول؟ بقول السلوب يساوي 200 ناقص 0 على 1 في الـ1000 ناقص 0 على بوينت 001. إذا شو الجواب بده يطلع؟ خلينا نقيم هذولا. اثنين مظبوط على 2، إذا عندنا 2، إذا بده يطلع 2 × 10^5. طبعا هي 200 ميجا باسكال، هي 2 × 10^5 ميجا باسكال، يعني 2 × 10^6 مظبوط، صح؟ ليش 6؟ لانها 200 ميجا باسكال. 2 × 10^11 باسكال، او بقدر اقول عنها هاي 200 × 10^9 باسكال، يعني 200 جيجا باسكال، 200 جيجا باسكال. طيب هسا باجي انا بدي قديش الالونجيشن، بقول سيجما تساوي ابس اي في ابسلون، مش وسيجما قديش عندي قيمتها؟ سيجما 113 × 10^6 تساوي 200 × 10^9 ضرب 10^9 في دلتا ال على ال نوت. قديش مقدارها ال نوت؟ 75، صح؟ اذا 75 ملمتر على 75، فبتطلع دلتا ال بالمليمتر، بتطلع دلتا ال تساوي 0.042 مليمتر. إذا عندنا 0.042 مليمتر. هلا عشان إحنا على نفس الشكل بدنا نحل مباشرة سؤال 6 و25، 6 و25، يعني سؤال 25، لأنه بيعتمد على نفس الشكل، يعني بدنا ناخذ الرسمة تبعت الشكل هذا. إذا 6 ل 25 هذا السؤال، هلا والرسمة بدنا ناخذها من هون. هلا
اذا بسالنا سؤال 6 ل 25 بقول لنا فيجر 6 ل 21 shows the tensile engineering stress strain behavior for a steel alloy. For a steel alloy. What is the modulus of elasticity؟ حسبنا قديش طلع المودولوس اوف الاستيسيتي؟ 200 ضرب 10 قوة 9 باسكال. إذا هاي عندنا حسبناه. هلا بقولنا what is the proportional limit؟ شو هو البروبورشنال ليميت؟ متذكرين؟ النقطة على الكيرف اللي بتفصل بين الإلاستيك والبلاستيك ريجن. إذا عندنا نرجع للكيرف، نرجع للكيرف. طبعاً ما بقدرش نطوله من الكيرف الفوق الكبير، بنطوله من وين عندنا؟ من الكيرف الصغير. وين النقطة اللي تقريباً تفصل بين اللينير والنون لينير؟ لاحظوا لو جيت أخذت النقطة هاي يمكن هاي تكون صح؟ يمكن هاي النقطة اللي هي تقريبا 350، بس القلم ضلوا ينزل لتحت. هيك لا، هاي النقطة اللي هي هنا اللي هي تقريبا 350 ميجا باسكال. إذا عندنا هنا الـ what is the proportional limit اللي هي 300 دقيقة. بس ايش سؤالك يا عائشة؟ بس مظبوط مظبوط. طبعا دائما عشان الـ proportional good، عشان الـ proportional limit difficult not easy to determine خاصة على الفيجر، ناخذ بدالها ايش عندنا؟ اليلد سترينج. مظبوط حكي عائشة. بس احنا هون الشكل يعني تقديرا انت وين شايف منطقة الالاستيك ريجن انتهت والبلاستيك بدال؟ اللي هي تقريبا عند ال 350 ميجا باسكال. السؤال سي بيقول لنا what is the yield string at a strain offset of 0.002. هسه بده اليلد سترينج. اذا عندنا نرجع للشكل نفسه. هلا اليلد سترينث لاحظوا ماخذ هو، بعرفش اذا الخط واضح، بجوز الخط مش واضح عندكم. ماخذ عندنا خط من عند البوينت او 2، ماخذ خط لينير. هياته هيك لورا شوي، هو الخط ناخذ عند تقريبا عند ال 400 ميجا باسكال. اذا الخط ناخذ احنا عاده خط هيك موازي مظبوط من عند ال 200، نبدا من عند البوينت 002 وبنمشي هيك، بنلاقي انه هذا الخط تقريبا بيجي على ال 400 ميجا باسكال. هو بالتعريف باي ديفينيشن يعني التست هيك انه حددت من عند يعني هيك الستاندرد تيست، انه بتاخذي عند للمترز عند البوينت 002 سترين، وبتاخذي لاين باراليل للمنطقه الالاستيك وين بضرب في الكيرف، بتكون هي عباره عن اليلد سترينج. هذا التست يعني هو بهالشكل. هون في اي سؤال لحددت هون؟ طيب السؤال 6 ل 15 بكلنا a cylindrical specimen of aluminium having a diameter of 20 millimeter and length 210 millimeter. اذا هاي عنا معطيني هون دي نوت ومعطيني هون النوت. is deformed elastically in tension with a force of 48,800 نيوتن. هاي عندنا اف تيبل 6.1 له علاقه بالالاستيك مودولاس، له علاقه بالبويزون ريشيو بقيم لبعض الميتالز. ديتيرمين ذا فولوينج ذا اماونت باي ويتش ذيس سبيسيمين ويل الونجيت ان ذا دايركشن اوف ذا ابلايد ستريس. اذا بده الالونجيشن
طبعا شو معطينا هو من ضمن الاشياء؟ معطينا انها العينه الومنيوم. طبعا الالومنيوم هاي معلومه لاني انا بقدر الالومنيوم اطول قديش الالاستيك موديولاس لمين عندنا للالومنيوم. اذا اول طلب the amount by which this specimen will elongate. هلا هو قال لي deformation elastically معناته بقدر استخدم العلاقه سيجما تساوي، اذا هذا الطلب ايه؟ سيجما تساوي ابسلون في اي، صح؟ هلا سيجما اللي هي عباره عن اف على اي نوت تساوي، هلا ابسلون اللي هي عباره عن دلتا ال على ال نوت في الالاستيك موديولاس للالومنيوم من التيبل 69 سكال. اذا ضرب 6 × 10^9. اذا هاي عندنا هلا هاي الالاستيك موديولاس. طبعا اف عندنا واي نوت عندنا وال نوت يا علي عندنا، شو بتصير عندنا؟ بنطلع دلتا ال، تطلع دلتا ال اذا بنعوض ال نوت قلنا عنها تطلع عندنا يس دلتا ال تطلع تساوي 0.473 ملم. طبعا هون دلتا ال هي اللي بدي اياها، ال نوت هياتها موجوده اياها، وفي عندنا هون اي نوت ما دامها سلندريكال سبيسيمين معناته سيركلر كروس سكشن باي دي نوت على 2 الكل تربيع ومنطلعها. هلا الطلب بي بكلنا the change in diameter of the specimen will the diameter increase or decrease. بده دلتا دي، دلتا دي هاي سلندريكال سبيسيمين، هاي سلندريكال سبيسيمين او عينة سامبل. هلا هاي دي نوت وهي ال نوت، لما نيجي نعرضها لتنشن يعني هيك بدها تكون اف مثلا وهيك اف تنشن، شو بده يصير للعينه؟ بده يصير عندنا بدها تتغير ابعادها هيك، هاي ابعادها. هلا هاي البعد هون بده يصير اسمه ال الجديد، مزبوط. هلا بالمقابل هلا هون بده يصير عندنا دي، طبعا احنا بنعرف بنقدر نطلعها بالحل، طبعا هاي دي احنا طبعا بنعرف من الرسمه انها دي راح تكون شو مالها؟ اقل من دي نوت، صح؟ طيب لانها المساحه بتكون لانه لما نعمل انتنشن بطول الحجم ثابت، بتصير بتضلها المساحه ايش مالها؟ عشان يضل الحجم ثابت لازم المساحه تقل لانه الطول زاد، لانه الطول زاد. طيب من يقول لي شو الكميه الفيزيائيه اللي ممكن تعرفني عن الليترال ديفورميشن؟ في اكسيال، مظبوط، الاكسيال اللي هو باتجاه الزد اكسس، وفي عندنا الافق اللي هو باتجاه الاكس والواي. شو هي الكميه الفيزيائيه؟ البويزونز ريشيو. اذا في عندنا كميه اسمها البويزونز ريشيو، مظبوط. هلا هاي البويزونز ريشيو بنرمز لها بالرمز في هيك، وبنقول هاي تساوي ماينس ابسلون اكس على ابسلون زد ماينس. شو طب شو هو الابسلون اكس؟ الابسلون اكس السترين باتجاه الاكس اكسس، والابسلون زد السترين باتجاه ايش عندنا؟ الزد اكسس. اذا عندنا وتساوي هاي بدها تكون يعني ماينس دلتا دي على دي نوت على دلتا ال على ال نوت. شو بدها تساوي هاي؟ بدها تساوي البويزون ريشيو. من بدي اجيب البويزون ريشيو؟ برضه من التيبل. التيبل فيها الالاستيك موديولاس، فيها البويزون ريشيو للكومون ميتالز. هلا في ميو للالومنيوم يس 0.33، اذا عندنا 0.33 تساوي دلتا دي على دي نوت على دلتا ال، ما احنا طلعناها قديش دلتا ال؟ 0.473 على 210.
على 210. يس، ودي نوت عندي صحيح. اذا هاي دي نوت بقدر احط قيمتها، دي نوت بقدر احط قيمتها اللي هي عباره عن 20. يس، وفي اشاره سالب. جود، في اشاره سالب. فشو بتطلع عندنا دلتا دي؟ بتطلع قيمه دلتا دي تساوي ناقص 0.015. بتطلع ناقص 0.015 مليمتر. طب هي شو هي دلتا دي؟ دلتا دي قلنا دي ناقص دي نوت، مش هلا اذا بدي اروح اشاره الناقص بقول دي نوت ناقص دي تساوي موجب 0.015، صح؟ موجب 0.015. هلا دي نوت عندي قديش؟ دي نوت مقدارها 20، ودي بقول اذا عندنا دي تساوي 20 ناقص، صح؟ 0.015. يعني شو طلعت دي مالها؟ دي ديكريز، دي نقصت، يعني تطلع اقل من 20، تطلع دي اقل من 20. طيب 6 ل 18 بقولنا a cylindrical specimen of hypothetical metal، يعني مثل نظري alloy is stressed in compression. هلا مش intention، in compression. شو عملنا في المثال؟ ضغطنا. if its original and final diameters are، لاحظوا هاي عندنا هاي دي نوت و its final هاي دي مليمتر respectively، and its final length هاي ال مليمتر. compute its original length، النوت تساوي كم if the deformation is totally elastic. the elastic and شير موديولاي فور ذيس الوي ار 105، هذا اي، والشير 39. شو رمزه الشير؟ جي. اذا رمزه جي. متذكرين في كان عندنا شيء اسمه يانج موديولاس، وفي عندنا شيء اسمه شير موديولاس. طيب هلا الاي والجي في منطقه الالاستيك بيرتبطوا مع بعضهم بعلاقه مشهوره. شو هي هاي العلاقه؟ هاي العلاقه هي عباره عن E تساوي 2G، E تساوي اثنين في G في واحد زائد ميو. مين هي ميو؟ هاي البويزونز ريشيو، البويزونز ريشيو. هلا عندي E قديش مقدارها؟ 105، وعندي G 39 و7 في العشرة. شو بقدر أحسب؟ بقدر أحسب البويزون ريشيو. إذا بحط E 105 تساوي 2 ضرب 39.7 في 1 زائد ميو. شو المجهول في كل المعادلة؟ ميو. لما تطلع عندنا ميو اللي هي البويزون ريشيو تساوي قد إيه؟ يس، 0.322. جود، 0.322. هلا هاي البويزون ريشيو، البويزون ريشيو شو بدها تساوي؟ البويزون ريشيو بدها تساوي ماينس ابسلون اكس على ابسلون زد، مظبوط؟ وتساوي الماينس ابسلون اكس دلتا دي على دي نوت. شو هي دلتا دي؟ هاي 20، ودي الثانية 20.025. إذا بوينت، يعني أنا أحط القانون، دلتا دي على دي نوت على، هو شو طالب منا؟
النوت الاوريجينال لينك. اذا عندنا على دلتا ال على النوت مظبوط تساوي البويزون ريشيو اللي هو قديش مقداره 0.322. هسه بعوض بحط محل دلتا دي 0.025، اذا هون بقول 0.322 تساوي لا دي اكبر ماينس، طبعا في اشاره ماينس من زمان صحيح 0.025 على 20 على دلتا ال. انا بدي ال دلتا ال اللي هي عباره عن ال ناقص ال نوت. قديش قيمه ال نوت؟ ال بدنا ال نوت الاوريجينال، بدنا ال نوت. هلا عندنا عباره ال موجوده، ال موجوده قديش قيمتها؟ 7.96 ناقص ال نوت على ال نوت. لاحظوا اضرب ضرب تبادلي، شو المجهول بس بكل هاي ال نوت، تطلع قيمه ال نوت تساوي 74.67 مظبوط صح؟ منطقي الجواب ولا مش منطقي؟ اه ليش منطقي؟ لانه عندنا العينة هاي النوت والعادية 74. لا خطأ 75 يس يس. اها شايفين في اشي اسمه منطقية الجواب، لازم يطلع الجواب اكبر يس. ليش منطقية؟ ليش؟ انه انا شو التست؟ كومبريشن. هلا كومبريشن انا بعرف مظبوط انه الاوريجينال لينث بده يطلع بعد الكومبريشن اقل من الايش عندنا الاوريجينال لينث بده يطلع اكبر من الفاينل لينث مظبوط. فلازم يكون في معقوليه، المقصود في هذا الحكي في معقوليه، في سنس للجواب. يعني انا بدي اطلع على الجواب مثلا بدي احسب سرعه معينه تطلع اكبر من سرعه الضوء، بعرف حالي اني اشتغلت شيء غلط. ليش اشتغلت شيء غلط؟ لانه هاي اشياء تتناقض مع الفيزياء. واضح؟ اذا عندنا ال نوت قديش تساوي عندنا؟ 75 بوينت اشي 25% الوحده طبعا ملي متر. اذا ملي متر هون عندنا 105 جيجا باسكال صح؟ 105 ضرب 10 قوه 9 صح؟ وهون 39.7 × 10^10 = 9. هلا بما هاي جيجا وجيجا، ما هو اصلا كاني قسمت اي على 2 جيجا كانها ريشيو تساوي 1+ميو. ما دام هن التنتين يس. اذا مش جيجا جود، اذا مش جيجا يا ميسا، اذا مش جيجا لازم يعني اوحد الوحدات، اوحد الوحدات. طيب ناخذ اخر سؤال، اخر سؤال اللي هو 38 بقولنا steel alloy to be used for a spring application، لتطبيق له علاقة بالزمبركات. يعني في عنا alloy من steel بدنا نستخدمه عشان نصنع فيه زمبرك spring. must have a modulus of resilience. a modulus of resilience هذا برضو من المصطلحات اللي تعلم اللي حكينا عنها في chapter 6. قديش مقداره هذا الموديولاس اوف ريزيليانس؟ 0.8 ميتر. وات ماست بي اتس مينيمم ييلد سترينج؟ اذا شو بده؟ بده سيجما ييلد، بده سيجما ييلد. متذكرين الموديولاس اوف ريزيليانس؟ كنا لو رسمنا هون سيجما هون ابسلون، طبعا هيك المنطقه هيك بهالشكل هذا. هلا اذا مشت هيك، هلا عندنا هون ناخذ الابسلون ييلد مش هلا عندنا هون بتكون عندنا السيجما ييلد هاي النقطة. هلا إذا بناخذ الاريا هاي صح؟ مساحة بتكون كأنها مساحة مثلث. هلا هاي عندنا بشكل عام سيجما وهاي النقطة سيجما ييلد. هلا بتكون هي مساحة المثلث، شو قلنا بتصير اسمها الموديولس اوف ريزيلينس إذا متذكرينها؟ تساوي نص يس نص سيجما ييلد تربيع على الالاستيك موديولس. طبعا هي الاصل ايش؟ نص سيجما ييلد في ابسلون ييلد، بعوض محل الابسلون ييلد سيجما على ابسلون صح؟
القواعد يعني هاي اصلا وين اجت؟ اشتقيناها نص سيجما ييلد ابسلون ييلد. هلا شو بعوض محل ابسلون ييلد؟ بعوض محلها سيجما ييلد على على ايش عندنا؟ على على اي مش ابسلون على اي صح؟ على اعتبار انه احنا ستيل بعدنا في الالاستيك ريجن على اي في سيجما ييلد في نص تطلع الجواب اللي احنا حاطينه هون اللي هي هاي ييلد هاي سيجما ييلد. طيب نحط البوينت اليو اليو ار تساوي بوينت 8 في 10 قوة 6 تساوي نص. هلا سيجما ييلد تربيع بدي اياها انا مش على الالاستيك موديولاس ما هو معطيني انه ستيل بروح اشوف الستيل قديش 97 في 10 قوة 9 اذا عندنا على 97 في 10 قوة 9 لاحظ هون خليتها بالباسكال وخليتها بالباسكال اذا سيجما ييلد شو راح تطلع عندي بالباسكال اذا بتطلع عندي سيجما ييلد تساوي 3.9 في 10 قوة 8 باسكال يعني تساوي 0.39 جيجا باسكال 0.39 جيجا باسكال. إذا هاي عندنا اليلد سترينج للستيل واضح؟ طيب هيك بنكون انهينا تشابتر 6 وبنبدأ المرة الجاي في البوليمرز. يعطيكم العافية.